عندنا السنه دي كان 13790 طالب، السنه اللي فاتت 13000، السنه دي 13900. يعني عدد الطلبه بيزيد عندنا، يعني الزياده السكانيه موجوده بس المراكز. طيب كم طالب نجح؟ 9321. نسبه النجاح في الترم الاولاني او في الصف الاول او في القسم الاولاني عباره عن 76.8%. السنة اللي فاتت كان الترم الثاني كان 71، يعني الحمد لله بيتقدم كويس قوي. طيب هنشوف بقى المواد بتاعت ولادنا. في حاجة غريبة قوي لما حللنا النتيجة، لقينا المدارس التجريبي درجاتها أعلى من مدارس العربي. المدارس ولادنا التجريبي درجاتها في المواد وفي نسب النجاح اعلى من المدارس العربي. معنى كده ان المدارس التجريبي محققه تفوق ومحققه نجاحات عاليه جدا مطروحه الدوله المصريه، ان احنا بنعظم المدارس التجريبي عشان المدارس التجريبي جوده التعليم فيها اعلى مطروحه فيها على الطالب والطالبه. بالنسبه للغه العربيه نسبه النجاح بتاعتها 96.8%. اللغه الانجليزيه 81.7%. اللغة الفرنسية 75%. طيب هنشوف بقى ده بالنسبة للغات. طب هنشوف بقى الشق الرياضي اللي هي الرياضيات 89%، نسبة هندسة 84.9%. ده بالنسبة للرياضيات العربي. قلتين الرياضيات العربي الجاب 89%، الهندسه 84.9%. طيب الرياضيات الانجليزي اللي هي مدارس تجريبيه في الرياضيات 98.7%، الهندسه 98.4%. ادي تميز المدارس التجريبيه. طيب بالنسبه للفرنسي الكفر 100%، الهندسه 66.6%. العلوم 83 بالنسبة للعربي، المدارس العربية 83.4%، والإنجليزي 94.